قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الضابط الشرعي في الجمع بين المغرب والعشاء في حال المطر؟ أن يكون المطر ينزل يبل الثياب بغزارة وينزل، هذه واحدة. الثانية أن يخلف المطر ماء أو دحضا وطينا في الطريق بينهم وبين المسجد، هذا المطر الذي يجمع من أجله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما المطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فلا يجمع من أجله، وأما المطر الذي إذا وقف راح المياه من الشوارع وصارت يابسة أو ليس فيها طين وليس فيها ماء، هذا لا يجيز الجمع لأنه زال العذر. نعم.